أيضا وصلت 53 حالة إصابات كما أخبرت، منها 5 حالات حرجة، ونحن ضمن إمكانيات المستشفى الميداني نتعامل مع هذه الحالات، ثم نضطر أيضا للتعاون مع المستشفيات المجاورة لاستقبال الحالات التي تتطلب إلى عناية أكبر واهتمام أكثر. وهذا ربما ما يدعونا للسؤال دكتور محمد عن وضعية المستشفيات الميدانية الموجودة هناك، هل تحتكم وهل تتوفر على كل الإمكانيات خاصة في معالجة هذه الحالات ربما المستعصية والكبيرة التي ذكرت اليوم؟ نحن حقيقة نتوجه أولا بالشكر لكل الأطباء اليمنيين الذين يتقدمون هناك مهين في الميدان المركزي في ساحة التغيير بصنعاء، لا تعاني من نقص شديد جدا في الإمكانات، فهي تقوم على تبرعات من فاعلي خير وعلى من شركات أدوية ومن يعني بجمع تبرعات، وبهذه الطريقة نستطيع أن نؤدي خدمة إلى حد معين فقط، لا نستطيع أن نؤدي الخدمات بالشكل المطلوب. نضطر أن نستعين بالمستشفيات المجاورة التي هي أكثر إمكانية وتتلقى جزء كبير من هذه الحالات. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الحميقاني الطبيب في المستشفى